موفقين ان شاء الله. منك سيدي. اليوم عندكم مهمتين، المهمه الاولى خلصتوها شكرا لك، اللي هو تصويت الخاص، والمهمه الثانيه شنو هي؟ حمايه الانتخابات. شوف سيدي اطمئن سيدي، عندك سلم ما تعمل لي انسى. شدوا حيلكم، موفقين ان شاء الله. منك سيدي. شباب ابطال الله يسلمك حبيبي. الرائد كاظم احمد شريف امريت الضباط العسكري فوج الضباط العسكري. سيدي اليوم قراركم تاخذوا وحدكم ان شاء الله، ما حد مياثر عليكم ان شاء الله. اصنعوا مستقبل ابنائكم ومستقبلكم زين ان شاء الله. الحمد لله وشكر، نسبه المشاركه لحد اللحظه فوق الممتازه. خلصون مهمتكم، شو عندكم بعدين وراها؟ واجبنا سيدي. واجبكم حماية شنو الانتخابات؟ والله سيدي. يلا شدوا حيلكم. جايناك سيدي. اليوم عندنا عرس احنا. ان شاء الله. ان شاء الله سيدي. وانتم ان شاء الله تكونون ابطاله. بارك الله. يلا. صوتوا؟ ان شاء الله. العميد عامر رئاسة ديوان مدير شرطة بغداد جيزة سيدي. العقيد دولة محمد فارق قرص حي مزرع سيدي. يلا خلصوا تصويت زين حتى نتجه للمرحلة الثانية حماية الناخبين يوم الأحد إن شاء الله. شدوا حيلكم إن شاء الله. سيدي بوجودك. شو معنا يا شباب؟ هاي فرصة تاريخية حتى تجربة جديدة. أنا ما راح أدخل جوا طبعا المفوضية حتى من دون ندخل بالشغل هنا. محايدين إحنا والقوات الأمنية إن شاء الله. حتى ننطر رسالة للناس إحنا جايين بخدمتكم. يا اهلا وسهلا. تفضلوا. شو اخبارك؟ تفضلوا استريح. شو شفتي؟ يا اهلا وسهلا. شلون حلوات الحبابات؟ ابو ايش راح ينتخب لو ينتخب يوم الاحد؟ ان شاء الله. هاي فرصتكم. طيبين بس حبيت اطلع عليكم. يا مرحبا حياك الله. شدوا حيلكم. الله يحفظك استاذ. استريحوا استاذ. طيبين ان شاء الله. والله تفضلوا. شو اموركم؟ والله بخير نعمة. يلا شدوا حيلكم هاي فرصتكم. يا اهلا وسهلا. زين؟ ان شاء الله. We'll be right back.